الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره ان اللي هيبني النادي الاهلي وهيطور مستقبل النادي الاهلي هي موارد النادي الاهلي وابنائه واعضاء النادي وجماهيره والمحبين الحقيقيين للنادي الاهلي، وان النادي الاهلي زي ما اشير له خلال الحمله الانتخابيه، وقال كان الكلام على لسان الكابتن محمود الخطيب، قال احنا اكبر واغنى نادي في جمهوريه مصر العربيه، وان النادي الاهلي بتاريخه واسمه ودايما كل انجازاته والعلامات الكامله اللي بيحصل عليها في كافه المسابقات والمنافسات الرياضيه والكرويه محليا وقاريا، هذه نجاحات بتزيد من قدراته وقيمته الاستثماريه والتسويقيه، توفر له اكبر قدر مطلوب من الموارد. فان شاء الله زي ما قال اللواء حسن مسعود دايما يكون كل ما يحتاج اليه العمل متوفر كما هو مطلوب واكثر ان شاء الله. هنتكلم كمان عن اجتماعات اللجان بيجري العمل فيها على قدم وساق لوضع كل النقاط على الحروف فيما يتعلق باحتياجات اعضاء النادي، الجمعيه العموميه، تطوير وتنفيذ رؤى مجلس الاداره الموضوعه من خلال البرنامج الانتخابي وخطه العمل الخاصه ببرنامج عائلات الاهلي، توفير كل الاحتياجات رياضيا وكرويا وخدميا وانشائيا، تطوير هذه المنظومه. نتعرف أكثر مع حضراتكم على بعض التفاصيل من خلال هذا الاتصال مع الأستاذ محمد يوسف رئيس اللجنة العليا المشرفة على لجان النادي الأهلي. مساء الخير يا أستاذ محمد. أهلا، مساء الخير يا جني، إزاي صحتك؟ وحشني. أهلا بيك يا أستاذ محمد وسعداء بمشاركتك معنا، وعايزين نعرف تفاصيل أكثر عن تنسيق العمل حاليا بين اللجان وما يجري العمل عليه ودور اللجان في عملية التطوير والتحديث الجارية في الفترة دي. طيب خليني أقول لك إن اللجنة العليا دلوقتي هي أصبحت هي المنوطة كحلقة وصل ما بين اعمال اللجان وبين الاداره التنفيذيه. احنا تلقينا دعوه كريمه من الكابتن محمود الخطيب والمدير التنفيذي العميد محمد مرجان، واجتمعنا مع الثمان لجان الخدميه اللي هي بتتبع اللجنه العليا. برضو لابد اننا ننوه ان احنا في لجان جديده موجوده دلوقتي في النادي، احنا استحدثنا لجنه الشباب، لجنه القدرات الخاصه ذو الهمم زي ما بنقول عليها لانهم فعلا عندهم قدرات خاصه. اعدنا للحياه ثاني لجنه المراه، وهم لجنه المراه من دور كبير جدا في النادي الاهلي. الاجتماعات مع الكابتن محمود الخطيب كانت كلها بتتبلور على تفعيل دور اللجان والانتشار الموجود وتحقيق رغبات الاعضاء الموجودين في النادي الاهلي. ده كان التايتل او الاختصار اللي احنا اتكلمنا فيه في خلال اليومين الماضيين. امبارح كانت الاجتماعات في فرع الجزيره، والنهارده كانت في مدينه نصر. امبارح التقينا بلجنه الشباب ولجنه المراه. النهارده التقينا باللجنه الثقافيه، لجنه الرحلات، لجنه الرواد، لجنه القدرات الخاصه. الحمد لله الاجتماعات كانت مثمره جدا بحضور كبير كمان يا استاذ محمد، يعني كان مشارك في الحضور مع الكابتن الخطيب ومع حضرتك والمجموعه المشاركه على مدار يومين هذه الاجتماعات عدد من المسؤولين في الاخبار الموجوده قدامنا، المستشار الهندسي، الاداره التنفيذيه، رؤساء اللجان، يعني عدد كبير جدا من فريق العمل اللي ممكن يصل الى اعلى درجه من التناغم لتحقيق النتائج المطلوبه. مظبوط، النهارده كان فعلا معانا الاداره الهندسيه المهندس علي كامل و احمد عبد الله، والكابتن الخطيب تفقد كل الانشاءات اللي موجوده في فرع مدينه نصر النهارده، دخل تفقد حمام السباحه. لا النهارده فعلا بصراحه كان تواجدنا في وسط الاعضاء والاشراف على كل ما يدور في النادي الاهلي كان على قدر كبير جدا. طيب لو حضرتك حبيت تختار عنوان للنتيجه الرئيسيه اللي وصلتوا اليها من خلال اجتماعات على مدار يومين مع الكابتن الخطيب وعدد من المسؤولين في النادي، النتيجه اللي توصلتوا اليها او المستهدفه بشكل مباشر في الفتره الجايه. تحقيق خدمات إضافية جديدة للنادي الأهلي. إحنا النهاردة صراحة في الخطط بتاعتنا كلها اللي موجودة في الأربع أشهر اللي جايين بنحاول إن إحنا ننمي مهارات جميع أفراد الأسرة في النادي الأهلي، سواء مهارات فنية، مهارات يدوية، نحاول إشراك أكبر عدد ممكن من الأعضاء الموجودين في النادي الأهلي في نشاطات في النادي، وده الأعضاء هيلمسوه في الفترة اللي جاية بشكل كبير جدا 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 من خلال البرامج الموضوعة من اللجان المتخصصة ومن اللجنة العليا. بشكرك جدا للمشاركة معانا، إن شاء الله موفقين في مهمتكم وتأدوها على أكمل وجه، ونشوف مردود ده على مستوى الخدمات والتطوير في كل المجالات في النادي إن شاء الله. شكرا أستاذ محمد يوسف رئيس اللجنة العليا المشرفة على اللجان في النادي الأهلي. كمان في حضور كبير كان مرافق للكابتن الخطيب.